شكرا سيدة النائبة على هذا السؤال. الحكومة ديالنا تولي أهمية بالغة بالنقل بالعالم القروي، لأنه تلعب دور مهم في فك العزلة عن السكنة وتحقق العدالة المجالية. والوزارة دائما عملت في إطار دعم النقل بالعالم القروي على إعطاء الأولوية على سبيل المثال لمعالجة ملفات هذا النمط من النقل من طرف اللجنة الوطنية للنقل، كما تم إدراج المركبات المخصصة للنقل المزدوج ضمن برنامج تجديد الحاضرة، وتمكن تقديم منحة توصل إلى 180 ألف درهم في حالة اقتناء مركبة جديدة. وسيتم مراجعة المنحة وشروط الاستفادة السنة المقبلة للتحسين منها، كما تم أيضا إدراج نشاط النقل المزدوج ضمن الفئات اللي استفدت من الدعم الاستثنائي للمحروقات، حيث كل مركبة تم دعمها بقدرة 1800 درهم في كل دفعة. أما بالنسبة للحاجيات، كان سبق الوزارة أن نجدت مجموعة من الدراسات الميدانية بشراكة مع السلطات المحلية شمل 58 إقليم، وحددت من خلالها المعطيات اللازمة باش نوضعوا مخططات للنقل القروي بالنسبة لكل إقليم. ونظرا لكون تنظيم هذا النوع من النقل من الاختصاصات الذاتية للمجالس الترابية وتفعيلا لمسار الجهوية المتقدمة، شكرا. تواصل الوزارة